الإنسانية، تعالوا نكمل بعض التقرير بتاعنا، نشوف مشكلة محصول المانجو في الإسماعيلية. هنا المزارعون يتحدثون عن مشكلة كبيرة وبينشدوا المسؤولين إنقاذ محصول المانجو بالإسماعيلية. ده احنا كنا بنقول للناس رايح الإسماعيلية هات لنا مانجا وانت جاي يعني، فيبدو أن المانجو في خطر. المانجا السنه دي احنا بقالنا 3 سنين مش السنه دي بس، اصابها حاجه اسمها العفن الهبابي اللي هو موجود قدامك ده، بسبب الحشره اللي على خلف الورقه. الحشره دي بتعمل ماده، الماده دي بتكون العفن، بتسد مسام تنفس بتاع الشجره، لان عارفين ان الشجر عامه بيتنفس من الورق بتاعه. الاسماعيليه اتدمرت، المانجا اتدمرت من ناحية مرض اهو ما فيش ليه علاج. وزارة الزراعة لغاية النهاردة عجزت عن توفير مبيد يقتل الحشرة دي وينظف الشجر ده. الإسماعيلية دي طول عمرها المانجا، واحنا أكل عيشنا وكل حياتنا في المانجا. لازم يدعموا الفلاح، الفلاح لازم يدعم. لازم الفلاح يدعم، غير عشان الفلاح يشتري كل حاجة غالية والمنتج زي ما هو من 10 سنين سعر المانجا هو لغاية دلوقتي. النهارده في 2018 في 17 اللي فات ده كانت ب 5 جنيه. طب ما انت كانت ازازه الدواء ب 2 جنيه كانت ب 3 جنيه شكاره الكيماوي، النهارده شكاره الكيماوي ب 260 جنيه. التكلفه شكاره الكيماوي والنترات واليوريا والبوتاسيوم والسوبر والملح كل الحاجات دي كانت ب 40 جنيه و30 جنيه، بقت ب 200 جنيه و300 جنيه النهارده. مش متوفره. مفيش مغشوشه، ما الجمعيات ما عادش الجمعيات الزراعيه او الزراعه عموما مش متجهه لان تخدم الفلاح. صفيحه الجهاز كانت ب 16 جنيه و18 جنيه و20 جنيه، بقت النهارده ب 75 جنيه عشان ما هو بيسقي المكنه. يا بيسقي بالكهرباء والموتور، فالكهرباء غليت. احنا اتفقنا قبل كده على ان يبقى رش اجباري جماعي على اساس زي زمان، زي من 30 سنه كان في لجنه بتطلع برش اجباري وتيجي الجمعيه بتحاسب الفلاح، ولكن كان في نظافه وكان في مفيش عمرنا ما شفنا الامور دي. ده مرض خطير زي السرطان. انت النهارده لما جار انا رشيت وبرش وجاري مرشش المرض بيجي. خلاص مشروع المانجا ده مشروع فشل. الشجر بيبقى زي العنب كده موجود على الشجر، بيفرح الناس، الناس بتحب تروح اراضيها، لكن دلوقتي الناس مش عايز تنزل اراضي، الناس بدات تهجر الارض. وادي سيادتك اهو، ادي الاصابه اهو، لسه رشينها وعايز ارش تاني. طبعا هجيب دواء اللي هو كان ب 10 و15 و20 جنيه اجيبه ب 250 و300 عشان ارش، ده مش راشش. مرض التعفن الهبابي يهدد انتاج زراعه المانجو بمحافظه الاسماعيليه بعد ان كانت هي الاولى في زراعه المانجو بسبب تجاهل الجمعيات الزراعيه بعدم الرش الاجباري لمقاومه هذا المرض الذي سوف يقضي على انتاج زراعه المانجو. مي عبد الرحمن، 10 مساءً.